هي تجربة، وكانت تجربة صعبة. ابتدت ان انا روحت لدكتور اسنان. اللي حصل ان هو في ناس بتقول ان هو جار على الجير اللي في السنين فعرى اللسة، وانا اللسة اصلا عندي ضعيفة، فطبعا عملت لي الم غير محتمل. روحت لدكتور تاني، العصب بتاع الدرس لا اصل فيه تسويس اصلا. روحت له بعديها قال لي ده الناب لازم يتبرد. بردنا الناب، الالم ما راحش. موتنا العصب، الالم ما راحش. عملت اشعه مقطعيه قال لي مفيش فيها اي حاجه. رحت للدكتور محمد، لما رحت له قال لي بصي المشكله كلها عندك في السنه اللي تحت. ابتدى يعمل لي اشعه وابتدى يعالجها لي. استمرنا ده على الحال ده بتاع 10 ايام. الحقيقه كان من غير كلل ولا ملل منه. لما تروحي له كل مره هو بيستقبلك بابتسامه كانك بالظبط اول مره تروحي له. بدا يديني انتبيوتيك وابتدى يديني ادويه لغايه ما عالج لي السنه. والحقيقه كانت بالنسبه لي لغايه دلوقتي انا متعايشه بيها، بقالي اكتر من شهرين ونص الحقيقه زي الفل بجد. لا انك يبقى عندك ضمير وبتشتغلي صح، وخصوصا في الاجزاء دي بتبقى حساسه ووجعها بيبقى مؤلم. عده المنير اولا خدت استف محترم جدا 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 جدا. وتاني حاجه نظافه العياده، عياده نظيفه ومرتبه. عمري لا حسيت بخوف ولا حسيت برهبه ولا حسيت برعب الحقيقة. لا هو بني آدم مريح وشغله مريح الحقيقة يعني. بتمنى لك كل التوفيق والسعادة والرضا، ويا رب يجعل كل اللي عملته معايا ومع غيري في ميزان حسناتك.